توافق بين حارس المرمى وخط الدفاع. العرضية راسية ولد يا ولد، برافو. إذا هاجمت سجل ولا بلا، إذا هاجمت سجل ولا بلاشي يا ديبة. حلوة منها والراسية لم تأتي بين العرضية، جاءت من ديبة والراسية سجلت هنا من إبراهيم مدخلي. وسعيد مدرب الرائد طبطب على الراس، طبعا هو اللي جاب الجول، وبالتالي حلوه من شوف شوف شوف، عرضيه جميله جدا. يا سلام يا سلام، تدخل ولا احلى منه بالراس. يا سلام عليك يا ولد، حلو خلاص، خليك محلق على طول على كذا، ممكن الاهداف تجي. اذا ابراهيم صدر درويش، تعود هجمه اهلاويه، معتز الموسى، هجمه للاهلي، تسديده من بعيد. يا حلاوتك يا تيسير، بعض الاهداف احلى من بعض، وهدف تيسير حلو جدا في مرمى الرائد في الدقيقه 37 من المباراه. جميله جميله يا تيسير، على يسار حارس مرمى الرائد، حلوه جدا، فكره جميله وتسديده جميله على يسار المرمى، وبالتالي يعادل الاهلي النتيجه في مرمى الرائد، هدف لهدف قبل ان ينتهي الشوط الاول بسبع دقائق. شوف حلوه، عدى بمهاره ولعبها الحقيقه في مقص الزاويه، صعبه جدا على حارس المرمى كسار، واللعبه خطره، وبالتالي الاهلي يعادل الرائد. جميله جدا يا ولد، حلوه يا لعيب، احترف في قطر ولعب مع الاهلي، يلعب مع الاهلي الان تيسير الجاسم. شوف اعاده لي الهدف مره اخرى.